عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصريحات تاع جمال بالماضي، وين تكلم صح تكلم على المباريات اللي جايين، قال لهم وين قال باللي نقولها ونعاودها باللي نحن أسياد إفريقيا وسوف نفوز بكل مباريات إن شاء الله ربي يكون في العون هذا مكان. وين بالماضي وين زاد تكلم على يوسف بلايلي والعريبي، يعني وين نقولوا باللي هذا اللعاب خاصة هذا اللعاب وين تكلم عليهم وين قال لهم حان وقت ليعود يوسف بلايلي والعريبي، يستحق فرصة مع الخضر. حتى يا جمال بالماضي احنا ما نجموش ندخلوا لك في الخيارات تاعك، الله يسهل، انت مسؤول عن الخيارات حتى بالفوضيل او بن طالب. نتمنوا يكونوا عندهم فرصة اخرى باش نعطوهم فرصة واحدة اخرى كما عطينا فلاليس كيسموه زين الدين فرحات. زين الدين فرحات راه مط 2013 وهما يعطوا في الفرص، المدرب اللي يجي يجيب فرحات يعطيه فرصة، المدرب اللي يجي يجيب فرحات يعطيه فرصة. ورانا شفنا هذه حقيقة، حنا ماناش ننتقدوا فيه ولا حاجة، بصح هذه هي الحقيقة. كل مدرب اللي جا جاب فرحات، كل مدرب اللي جا عطى فرصة لفرحات. حنا نتمناو إن شاء الله بن طالب ولا بالفوضيل فانيك تكون عندهم فرص، فانيك تكون عندهم فرص، ولا بودبوز كيعاود يولي فانيك تكون عنده فرصة إن شاء الله بربي. هذه اللي نتمناوها. أنايا نتايا هو المسؤول على الاستدعاءات، انت هو راك مسؤول على كل شيء. ان شاء الله تقعد في الطريق الصحيح برك، النتائج يقعدوا في الطريق الصحيح، خاطش عليه عندنا صحافه انها تتربص بك يا جمال بالماضي. انا واعي واش راني نقول لك، انهم يتربصون بيك، عم يتربصوا بك صاحبي. عندو نقولها لك ونعاودها لك، مالك راك تشوف كيما والله لا يتربصوا بيك، يقارعوا لك في الدورة في الفيراج، يقارعوا لك في الفيراج. ما يقولوش بلي انا شنا خالف ربح لالمان، خالف تإليمينات الجزائر، حطوهم في الطيارة، جابوهم بالطيارة حطوهم في بوفاريك. سعدان ربح تونس 5-1، سعدان إليميني معاه في المكسيك برومي تور، حرقوا له دارو. كرمالي راح كرمالي جبدوا له لافير تاع ولاو يعايروا فيه الله يرحمه، ولاو يعايروا فيه بزين الدين زيدان. سعدان كنت في الصطاد ماشي قالوا لي كونت زومبيا وكونت مصر، كنت تقول سعدان حرام عليك، تقول غير سعدان حرام عليك يقتلوك الشعب يقتلك. 2011 ولينا نشوفوا سعدان المهبول، وليو يقولوا سعدان المهبول ويعايروا فيه من السروال تحت. حنايا راك ود بلادنا، نتمناو لك ان شاء الله بربي النتائج يقعدوا في الطريق ان شاء الله بربي. هذه اللي نقولوها، خاطر كاين بزاف يقول لك تعملنا، لا لا راكم غالطين. وين خلال تصريحات لقناة النهار، وانا هذه قناة النهار ماذا بنا، ما قناة النهار لازم ما نشوفوش ما نزيدوش نسمعوا هذه قناة القنوات هذه الخاصة مع ان ما نديروا بهم، وين ظهروا للناس باللي كانوا خونة واللي اسوا هذه القناة كان اكبر خائن. هذه اللي نقولها، كان اكبر خائن للجزائر هذه القناة هذه، واللي عملوا فيها حاشا اللي ما يستاهلهاش الناس اللي فيها، ما يسواوش ما يستاهلوش باش يقول لك حنا جزائريين، خاطر علاه كانوا يكذبوا على الجزائريين، كانوا دايرين روحهم هما حكومه ويشوفوا في هذا الشعب زعما مكان والو ويدوروه كيما يبغوا. اقسم بالله لا يقول لك باللي ذا الشعب 80% حاشاكم حاشا قدركم، كان يقول على بالك صحافه يقولوها، صحافه من كانت العصابه وكانوا كيما يبغوا يدوروا الشعب يدوروه، كان يقول لك باللي 80% تشاش هذو الصحافه. الله غالبك وعمرناهم اصاحبي، كنا نجمعوا معاك وعمرناهم باش يعرفوا باللي صح. يقول لك ما كان والو، انت راك جاي مع الشعب، كون جيت منا معنا حاجه ما تخصكش تمشي مع الشعب، كون جيت معنا حيه ما تخصكش. هذاك الحبيب تاع الباهيه مسكين،
اول صحفي اللي كان ضد 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 زاتشي طردوه من الباهيه، طردوه من كاش، جابوها موراه. وين خلال تصريحات لقناه وين جاء بالماضي، خلال تصريحات لقناه النهار، اكد الناخب الوطني ان كريم العريبي يستحق الفرصه للمشاركه مع المنتخب الوطني بعد المستويات الرائعه التي قدمها مع فريقه السابق نادي نجم الساحلي التونسي. كما عبر مدرب الخوض عن سعادته بانتقال يوسف بليلي الى نادي قطر القطري. وحسب وين شنا كيفاش وصراحه اتمنى التوفيق لبليلي برفقه ناديه الجديد قطر القطري. وتابع حديثه قائلا: لقد حان الوقت لكي يعود يوسف بليلي للمنافسه مجددا بعد الفتره التي عاشها خلال الاشهر الماضيه. وإن وصل بالماضي حديثه قائلا: كريم العريبي يستحق الدعوة بعد مستواه، لقد كان أفضل هداف في البطولة أبطال إفريقيا. حنايا تفرجته البارح العريبي مايغري، هدرت عليه ونعاود قلت باللي يستاهل كل خير هذا اللعاب، وين نحقر هنايا بصح مازال ما قدرش روحو مع النادي تاعه. فرجنا فيه البارح لعب ميتو، دخل دونتري خسروا بخمسة بواحد، ما زال ما كذبش روحو مليح. انا كون ماذا بيا كون يخلوه يخدم في النادي تاعو كيما دار بوداوي. بوداوي كانوا غير عيطولو، ولينا نهضرو قلنا يا ودي بوداوي راكم تعيطولو المنتخب الوطني، دخلوه ربع ساعة ما راه يقدم والو، لا كاركاس تاع راسو راه يدور، خلوه عند فيرا فماك يخدمه. يقلع له بولون يلصق له كرو، يقلع له كرو يلصق له بولون، طاب طاب يخدمه تيولي يلعب. ما يقري البارح لعب وخسروا فاني، وخرج دوزيام ميتو، خرج وقيله في 56 دقيقة، خرج 6 في 5 في 64 دقيقة وقيله خرج. فرجت البارتي اش تاع على هذيك، نقولوا بلي يا ودي دروك هذا العريبي راه يلعب في فرنسا ولا راه يلعب في تونس؟ نحكموا عليه كان يلعب في تونس ولا يلعب في فرنسا؟ لا غالب اللي في قلوبنا، لا غالب حنا كيما راك نهضروا. ما يدري انا قلت بلي هذا اللاعب يستاهل كل خير، هنا الفرصه تاعو غادي يلعب في ليكيب ناسيونال. راني عارف انا كيما هكا راني عارف شكون غادي يلعب في راسي، هكا راني عارف شكون غادي يلعب. مبولحي، حليميه، بن سبعيني كيسموه تاعنا، بن عمري اللي البارح كان روبلاسو، ماندي، قديوره ولا عابد، قديوره يا قديوره، ديرو قديوره، في غولي بن ناصر، محرز، ابراهيمي، بنجح، هذا هما اللي نشوفوه. فريق كيما نقولوا حنايا جروب، هذا الجروب هو اللي يمشي فيه. جروب راه يربح عنده الحق، هو نقولوا باللي جا بالماضي راه يشوف الفريق الذي يفوز ما تغيرهاش هذه. وانت حنا رانا نشوف بلي هذا الفريق راه يفوز، هذا الفريق راه مليح، نتمنى وان شاء الله تقعد تمشي كيما هكا. حنا ماذا بينا فوز وراء فوز، تعقو تروح لنا كيما هكا تخسر ماتش في لي ماتش اميكو ولا بصح ستيلا كوب دي موند، تعاود تحيا لنا كوب دي موند كيما كنقلعو كيما قلعنا من كوب دافريك، ما خسرناش ان شاء الله بربي. هذه اللي نتمناو ان شاء الله، كيما يقول لك نتمناو تكون الانطلاقه تاع المنتخب، وخاصه الانطلاقه تاع محرز ان شاء الله. نشوفوا محرز وين، محرز وين راه نورمال، الناس معيشاته في دوامه تاع مشاكل، ما عنده لا مشاكل لا والو. انتوما باش تخلصوا دراهم من الحيط مدخلين محرز في المشاكل، هذا مكان مدخلين محرز في المشاكل، وليتو تحضروا محرز، وليتو تحضروا محرز ما عنده لا مشاكل لا والو. كنت تسيبو يتريني تسيبو يضحك ويلعب، تسيبو هنا من المنتخب الوطني يجي يلعب مورال طالع. لا يوسف ليلي كيما يقول لك كان كنا نهضروا عليه كان غايضنا موهبه، كيما يوسف ليلي كيفه كيف ابو تريكا. ابو تريكا دا احسن لاعب داخل افريقيا، بليلي فين قد احسن لاعب داخل افريقيا، تصنع ولاد الناس شو يكون درس ليك بليلي؟ هذا لازم يكون درس ليك. ونهار اللي يجوا عندك الصحافه ويقولوا لك كنت محقور،
قول لهم شكون اللي ردك لقطر، شكون اللي دبر لك في قطر. هذه انا ما نقولهاش، خاطر تهدر هاي يقول لك او انت راك دير. نهار اللي تسرى، نهار اللي يجوا عندك الصحافه يقولوا لك انت كنت محقور في الاداره السابقه الاتحاديه السابقه، قول لهم لا راكم غالطين، الاتحاديه السابقه هي اللي وقفت معايا، قول هي اللي ردتني. هذه باش يبينوا لك ما خاصهم حتى حاجه، هما باش يبينوا لك باللي انت هدر الصح. هذه نقولها لك.